اهلا وسهلا بكم. عاد مصادفه اليوم غريبه انه الاعلانات زايده شويه، فما ادري قدرنا عشان يحشنا عمر بعدين. عموما هي في النهايه مواهب الحقيقه تقدر، وفي الحقيقه بعض الدول تهتم بهذه المواهب. مثلا في اماره عجمان في الامارات اقيم ملتقى تيدكس، والذي جمع عدد من الشباب المبدعين في مجالات عده. احمد الحلو كان هناك ووفانا بهذا التقرير. زرنا مؤتمر تيدكس عجمان 2011، فقررنا أن يتحدث هؤلاء عن أنفسهم. وراء صمتهم مواهب فريدة. تحت شعار أفكار عظيمة مجتمع عظيم، وبحضور أكثر من 13 متحدثاً عرضوا خلاصة تجاربهم في تبني وتطبيق الأفكار، مبدعون ومفكرون من مختلف دول العالم قدموا تجاربهم وأعمالهم التقنية الإبداعية في مؤتمر تيدكس عجمان 2011. تيدكس فكرته أنه عرض أفكار وتجارب ناس ناجحين، وأيضا تجاربهم حتى اللي فيها خسارة أو فيها فشل، ولكن طلعوا منها الفشل وبدروس وعبر. فهو إلهامي، هو تشجيعي، هو عرض قصص أفكار ناجحة خاسرة، لكن المضمون منها أن عندك وقت محدد تعرض الفكرة هذه لمجموعة من الحضور. الحضور فئة الرجال، فئة النساء، فئة الشباب، الكل. فأنا أعتقد تد عجمان هذه أول بصمة، وأتمنى إن شاء الله يكون سنويا ومشاركات أكثر من شبابنا، ونتمنى إن شاء الله بناتنا أيضا يعرضون أفكارهم ومشاريعهم وأحلامهم اللي بإذن الله تكون في الحقيقة وتكون في الواقع. Why I'm on YouTube? I don't know. My father always take a video shooting of me. They think people I'm smart. Where's my dinosaur? Baba, where's my dinosaur book? I think he think maybe I'm smart, but no. قرد في عين أم غزال. تجربتي اللي ودي أشاركها يعني الحضور إنه متنفسات الإبداعية للشباب اللي ممكن إن يحصلونها خارج التلفزيون، خارج بالذات يعني ما قل الدعم للمواهب الشبابية حاليا في السعودية. أقترح عليهم أن يطلعون على اليوتيوب، ومنها إن شاء الله قصص نجاح تطلع من اليوتيوب. يا سلام. احنا اليوم نبغى نجيب قصة نادي اهداف اللي نحن بدينا فيه. نحن اربع شركة، تشوفون اثنين اليوم هني، وبس نراوي ان كيف نحن اربعتنا قدرنا نوضح شو الهدف اللي عندنا، كيف المشروع بغينا نشتغل فيه، وقصتنا عشان اللي حين حابب يفتح مشروع على الاقل ياخذ فكرة. قلنا ان سبحان الله احنا عندنا هني حر ورطوبة، والشباب دوم قاعدين داخل في التكيف. قلنا كيف نحن نقدر نستمتع ونقدر نلعب بالرياضة على راحتنا، ويعني مثلا الجو ما يخرب علينا. فشو قلنا بنسوي، ليش هالمشروع مش موجود هنا عندنا في الامارات؟ فالحمد لله احنا يوم ردينا كلنا مع بعض، وسبحان الله كلنا كان عندنا نفس الفكره، والحمد لله بدينا المشروع في يناير 2009. وشاي تيدكس عجمان وهنغاو شينداو جيلي لاي، كثير حب تيدكس عجمان ومبسوطه اني كنت تيدكس عجمان. Molto contento di essere qui a TEDx Ajman e spero imparare moltissimo. انا كثير مبسوطه انه بكوني بTEDx Ajman وبتمنى اتعلم قد ما فيني. وأجمل ما كان في تيدكس عجمان 2011 هما الأخوات
لين وبشرى اللتان تتمتعان فعلاً بموهبة فريدة من نوعها. أنا بتكلم صيني وألماني بالإضافة إلى العربي والإنجليزي. أنا بتكلم الفرنسي والإيطالي بالإضافة إلى العربي والإنجليزي. نحن ندرس نفس المستوى ونفس كل شيء، هو ما إلى خاص بالعمر وبيفهم. نحن أول شيء بلشنا كأي طالب عادي بمدارس بالإمارات، بعدين حتى وصلنا أنه شفنا إمكانياتنا كانت أعلى من الطلاب التانيين اللي بنفس الصف معنا، فقررنا نعمل هوم سكولينج. قبل نهاية السنة نحن مقررين نعمل امتحانات أمريكية، أول شيء الجي إي دي General Education Diploma اللي هو مساوي American High School Diploma، إضافة لامتحان التوفل. بوجود هدول الامتحانين نحن فينا نروح على أي جامعة أمريكية. مهمتنا كوسائل إعلام تسليط الضوء على هذه المواهب لتكبر وتصبح عقولاً تنير بلادها. لبرنامج يا هلا، أحمد الحلو. شكراً أحمد الحلو على التقرير. يعني عمر، بسأل سؤال. طبعاً الحقيقة أنا كنت متمني أستضيف كل المجموعة، يعني حتى يأخذون حقهم الإعلامي، هم الحقيقة واصلين للناس يعني وصل لهم سلامنا. ولكن أسألك، كم أعماركم؟ هل أنجزتم المرحلة الجامعية أم لا؟ هل لدي يعني هل في عندكم تفكير راح اللايف لينك؟ شفت هذه يعني لو عندهم ما خلاص سجلوا نزلون على. طيب راح نقدر نرجع ولا خلاص؟ طيب شكرا الحقيقة من الأعماق لعمر حسين وكل زملائي على ما يمتعونا فيه دائما، وشكرا لفهد البتيري، وشكرا لعمر حسين على حضوره في استديوهاتنا في جدة. نبقى الحقيقة في نجاح هذا الفن في لبنان ومع الدراما الإلكترونية إذا جاز التعبير، إذا فاز مسلسل الإنترنت اللبناني شنكبوت، وهو أول مسلسل عربي من هذا النوع بجائزة إيمي الدولية للأعمال الرقمية، وهي المرة الأولى التي يفوز بها برنامج لبناني بهذه الجائزة. التفاصيل مع كريمة الهاشم. عنكبوت ما كيلو حمود يا بشويني ولا بلا شويني؟ اها ويتم بان أصبحت الدراما الإلكترونية هي الأكثر جاذبية للمشاهدين في السنوات الأخيرة لما تتمتع به من تلقائية ومصداقية. فمن بين 4 منافسين الذين ترشحوا لأفضل برنامج رقمي، حسم مسلسل الإنترنت اللبناني شنكبوت المنافسة متفوقاً على إنتاج عالمي في مجال المالتي ميديا. شنكبوت بالخدمة. احنا بلشنا بأزار السنة الماضية 2010، أطلقنا الشنكبوت لأول مرة الموسم الأول، ومن وقتها من أزار 2010 لهلا بنعمل موسم ورا موسم. وكانت الفكرة من أساسه أنه نتجه لجمهور شباب شوي مدمنين على الإنترنت. حصلنا قبل على جائزة غفلي دوخ، الجائزة الذهبية بمهرجان جنيف للسينما. أمي كانت فكرة مايكل اللي هو مدير المشروع من ميلة البي بي سي، وطلبوا منا أنه نعمل فيديو طوله 7 دقائق بيشرح عن شو هو المشروع كله. أكيد حنترشح، بس أنه ننجح ونفوز بأمي يعني أنه لا، هيدي ما كنت متوقعتها. حطيتها يا امي. مينك انت يا ابنه؟ يعالج المسلسل الذي يعد الاول من نوعه عربيا بعض المواضيع الاجتماعيه بطريقه كوميديه، ويدور حول صبي يدعى سليمان يبلغ من العمر 15 عاما، يجوب طرق بيروت على دراجة نارية لتوصيل الطلبات، ويسلط الضوء في تجواله على عدد من المشاكل الاجتماعية التي تهملها عادة وسائل الإعلام التقليدية. هو بتميز بالحقيقية، بالبساطة، بلغة الشارع، بالقصص الهيك الإنسانية الخفيفة. عندنا هلأ على يوتيوب، يعني المشاهدين بين الويب سايت واليوتيوب فوق 600 ألف، صاروا هلأ 600 ألف مشاهد.
وعلى على فيسبوك عندنا تقريبا بحدود 23,000 فان على فيسبوك بظرف سنة تقريبا. 3,000 فيزت على الويب سايت بالنهار، يعني عندك 3,000 شخص بفوتوا على الويب سايت كل يوم تقريبا. تطلب منك تتجوزين. برافو برافو برافو. مسافة الشاشة بين لما بتكون عم تحضر على الانترنت انت بتكون كمان كتير قريبة على السكرين تبعك، بتغير نوعية الاديتينج لديش بتلقطي قدية، يعني واحد بيضل مركز عن قريب. مثلا على التصوير شنكبوت لما بصور مع مونيتر قد اليوتيوب سكرين لتشوفي تقريبا شو حيطلع لك وقت اللي بتحضر على اللابتوب شنكبوت. ماي 5 دقايق ما ماي عرفتها كيف هون يارا عشان كبوتي. شكرا لكريم الهاشم على التقرير.